حسن إلى العاب الملتقى الدولي لوكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، وهذه مناسبة لجمع وكالات الدول المعنية بالألعاب وهي دول البحر الأبيض المتوسط. واللقاء تاع اليوم راح يساعدنا للترويج لهذه الألعاب، لأن كل الوكالات المعنية بهذه الألعاب دول تاعهم بلدانهم معنيين. احنا هنا الصحافة الجزائرية راهي كلها جاهزة ومعنية باش يكون فيه تغطية شاملة لهذه الألعاب. ومن أهدافنا باش الترويج ما يكونش سوى هنا محلي برك، احنا الترويج يكون محلي وإقليمي ودولي.